48 دقيقة. مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو، متواصلة معكم حتى للعشرة نتاع الصباح. وقيت باش نعملوا دورة في الصحف التونسية الصادرة في عددها اليوم 13 نوفمبر 2024. نبدأ بجريدة الشروق بإشراف المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس وبشراكة مع مؤسسة خاصة، ماجستير عن الخبز الغني بالألياف، ماجستير جديد يتم بعثه في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بشراكة مع مؤسسة خاصة تتعلق بالخبز الغني بالألياف. كانت وزارة الفلاحة ووزارة التجارة في السنة الماضية تحثوا على هذا الخبز، وكنا ننتظر أنه هو يكون موجود في المخابز في تونس، لكن حد الآن ما زلت ما تعممتش التجربة هذه. ربما بعد هذا الماجستير لتنمية البحث العلمي في هذا الإطار، اليوم احنا في حاجة وكل دول العالم في حاجة إلى بحث العلمي من أجل تطوير كل القطاعات وكل المجالات، وخاصة في مجال الغذاء اللي هو اليوم يعتبر من أهم المجالات المطروحة في العالم. في الصفحة 12 من جريدة الشروق، في ظل صابة تقدر ب 340 ألف طن الديوان يستعيد سيادته على قطاع زيت الزيتون. وكان أمس مدير ديوان الزيت أكد أنه أسعار الزيت تراجعت في العالم، واليوم الزيت في تونس تتراوح أسعاره بين 14 دينار و 18 دينار للتر بالنسبة للزيت الجديد. كذلك جريدة الشروق في صفحتها 8، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات للشروق، السدا والإدمان في ارتفاع ودعارة الأفارقة خطر. نرجعنا نحكيه على ملف المخدرات اللي يتسبب في عدد من الأمراض، من بينها الأمراض النفسية والجسدية كما مرض السدا، الإدمان وغيره. رجعنا كذلك نحكيه على مشاكل الأفارقة في تونس، جريدة الشروق تفتح ملف الدعارة تطلع على تفاصيل هذا الخبر في الصفحة 8. وجريدة الشروق تعود على ملف هنشير الشعال إيداع عبد العزيز المخلوفي السجن، كان صدرت أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي، بطاقة إيداع بالسجن على خلفية ملف فساد في هنشير الشعال. في الصفحة 15 كذلك، لشبهة تزوير التزكيات 2 و8 أشهر سجن للعياشي زمال، أصدرت أمس كذلك محكمة منوبة هذا الحكم ضد العياشي الزمال، ليضاف إلى عدة أحكام أخرى صادرة في نفس القضية لشبهات تزوير تزكيات في عدد كذلك من الولايات والمحاكم. تقريبا الأحكام فاتت العشرة أو أكثر سنوات بعد الاحتفاظ به، الإفراج عن كاتب الدولة للأمن السابق في الصفحة 15. جريدة الشروق تفتح الملف العالمي بعد 20 سنة من وفاته المسترابة، استشهاد عرفات لغز متواصل تقودها أمريكا وتشارك فيها روسيا، تسوية مرتقبة بين لبنان ودولة الاحتلال. كان وزير الداخلية اللبناني يتحدث في تصريحات سابقة عن قرب التسوية، إسرائيل كذلك تلمح إلى قرب التسوية رغم أنه فما إجراءات اتخذها الجيش الإسرائيلي لا تبشر بالخير ولا تتحدث عن هذه التسوية. من جريدة الشروق نمر إلى جريدة الصباح، وفي صفحتها 4، تعود على القمة العربية الإسلامية اللي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أمس. والقمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية يجدد موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية. بقات هذه القمة وكغيرها من بقية القمم العربية اللي يتم عقدها تكتفي ببيانات، تكتفي بالمطالبة وبتجديد المواقف، ولكن لا قرارات تذكر. في الصفحة 3، وزير الداخلية في جلسة برلمانية، التصدي للمضاربة والاحتكار وترويج المخدرات والبركاجات. كان أمس وزير الداخلية أحضر في البرلمان لمناقشة ميزانية الوزارة، وكان عدد من النواب أثاروا خاصة مسائل الأمنية في تونس، وكان نواب ولاية نابل تحثوا على المشاكل الأمنية في ولاية نابل، على انتشار البركاجات، على انتشار السرقات وغيره من الإشكاليات المطروحة في ولاية نابل خاصة في الفترة الأخيرة. في الصفحة 2 من جريدة الصباح، إثر زيارته لهنشير انفذ رئيس الدولة يسدي تعليمته بتحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في التفريط في أملاك الشعب
الشعب التونسي، وفي الصفحة 7 تهم 5 لقطاعات اقتصادية وامتيازات واسعة. الحكومة تطلق منصة المبادرة الذاتي لمكافحة الاقتصاد غير المنظم وتعزيز دور الدولة الاجتماعي. في الصفحة 5 وزارة الفلاحة اتخذت إجراءات وقائية 14 دينارا سعر لتر زيت الزيتون ومخاوف من المضاربين، وكذلك عدد من الفلاحين أكدوا أنهم هما أوقفوا عملية الجني بسبب تراجع الأسعار، لأن الأسعار لا تغطي التكلفة حسب تعبيرهم. وكان كما قلت مدير ديوان الزيت أعلن أنه تراجع الأسعار مش في تونس فقط، بل هو خاضع لقاعدة الطلب والعرض والطلب عفوا في العالم، وكانت شهدة الأسعار في العالم تراجع بسبب وفرة الإنتاج. جريدة الصباح تعنون الافتتاحية بقلم محمد صالح الربعاوي ضرب معاقل الفساد. كذلك في الصفحة 7 من جريدة الصباح المشاركة في المعارض الدولية للكتاب مغامرة صعبة ومكلفة، وفي صفحتها 10 تثير الملفات العالمية ثرثرة إسرائيلية وأمريكية حول اتفاق مع لبنان. الاحتلال يعلن خطط جديدة لتوسيع التوغل البري، وكان هذا أعلنوا الجيش الصهيوني أمس من خلال مزيد من تجنيد الجنود سوى جنود الاحتياط أو الرسميين في لبنان للتوغل بريا. من جريدة الصباح نمر إلى المغرب. جريدة المغرب عنوانها الأبرز هو القمة العربية الإسلامية تستبق الضغط الأمريكي إعادة تقديم عرض التطبيع مقابل الدولة الفلسطينية. هذا ما خرجت به القمة العربية، وبالتزامن مع قمة عربية إسلامية في الرياض الاحتلال يعلن عن توسيع غزوه البري لجنوب لبنان، وبالتزامن كذلك مع هذه القمة الاحتلال يواصل المجازر في قطاع غزة وخاصة في شمال القطاع الذي يتعرض لعملية إبادة جماعية الذي ينسف تماما تقريبا، ما عادش فما حتى أدنى مقومات العيش في شمال غزة وفي عدد كبير من المناطق من غزة. وكذلك يواصل الاحتلال مداهمات الضفة الغربية والأحياء، وكل صوت اليوم يقول لا لهذا الاحتلال، أو أنه الاحتلال يشتبه في أنه هو منع عناصر المقاومة. يتم القصف الكامل للمنطقة والضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن. كذلك جريدة المغرب تعود على قضية هنشير الشعال بعد هنشير الشعال وتوصل الاستنطاقات في ملف وأصدار بطاقة إيداع بالسجن. قيس سعيد يأمر بفتح تحقيق في شأن هنشير أنفذة واتخاذ إجراءات عاجلة. عدد كبير من الأراضي الدولية التي تعود ملكيتها للدولة التونسية اليوم مهملة وتعاني من الإهمال وما عندهاش حتى دور في الدورة الاقتصادية، رغم أنها مساحات شاسعة وكبيرة وتحتوي على أشجار مثمرة مركبات فلاحية وغيره. شمل رجل أعمال ووزير فلاحة أسبق بطاقات إيداع بالسجن في ملف هنشير الشعال. هل ننتظر أن رئيس الجمهورية يزور كل الأراضي الدولية وكل هذه المساحات الفلاحية الشاسعة ملك الدولة التونسية من أجل التحرك؟ سؤال يطرح اليوم في جريدة الصحافة. نمر لصفحتها 2. خلال جلسة عمل بقصر قرطاج رئيس الجمهورية يسدي تعليماته لاتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على ملك الدولة الخاص وتحميل المسؤوليات. أوكار فساد تتهاوى الواحدة تلو الأخرى. الرئيس يواصل الحرب على الفساد ويفتح الملفات الكبرى داحية مع الفساد والمفسدين. هذا نقلا عن رئيس الجمهورية. نلقاه المقالات هذوما في الصفحة 2 و3 من جريدة الصحافة. خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة وزير التشغيل يعلن عن انطلاق منصة المبادرة الذاتي، وكان يؤكد أن المنصة هذه مهمة جدا من أجل إدخال الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية. في الصفحة 8 رئيس المدير العام الديوان الوطني للزيت حامد الدالي إجراءات هامة لفائدة قطاع الزيت تتعلق خاصة بالمواصلة في اعتماد برنامج
الاستهلاك اللي يبيع الديوان لتر زيت ب 15 دينار كما السنة الفارطة اللي تم خلالها توزيع 7500 لتر من الزيت. البارح أكد أنه باش يتواصل هالإجراء هذايا. هكا احنا نكونوا كمان دورتنا في الصحف التونسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.